أهلا حبيباتي، أرحب بكم. حلقتنا اليوم حلقة استرخاء. أريدكم تجيبون فنجان قهوة، تخلون الموسيقى تعجبكم، طفون الموبايل، تنسون كل شيء بالدنيا. أوكي، ميبي أوفو القهوة، خاصة إذا راح تسوون اللي راح أقولكم عليه بالليل. اليوم راح نسوي مساج للوجه. الوجه بيه عضلاتك هواية، وهي العضلات الوحيدة اللي ما تبطل شغل على طول. نستعملها للحكي، نستعملها للطبخ، نستعملها للحكي، نستعملها للشوف، نستعملها للتفكير، نستعملها للأكل، للشرب. عضلات الوجه تتعب حالها حال أي عضلات ثانية بالجسم، بس مع الأسف هي الأقل وحدة تحصل على الاهتمام. فاليوم أريد أخذكم إلى مشوار استرخاء هادي ياخذكم إلى غير عالم. من صدق أريدكم تطفون كل شيء، لا تردون على مسجات، لا تردون على أحد يصيحكم، قولوا لهم أنا ما موجودة، أنا ما موجودة، انطوني 10 دقائق، أوكي؟ رح نبدأ قريباً. بس قبل ما نبدأ أريد أذكركم حبيباتي، إذا ما مسوي لي اشتراك يا ريت لا تسوي لي اشتراك، وشوفوا فيديوهاتي الثانية إن شاء الله تعجبكم، انطوني لايك وشاركوا فيديوهاتي ويا أصدقائكم. وإذا عندكم أي سؤال أو اقتراح عليها يا ريت لا تعرفوا لي جوا بالكومنتس. وهم أنا حبيت أذكركم أنه أنا أسوي أونلاين سيشنز عن طريق الزوم أو السكايب، فإذا تحبون تتعلمون المكياج وياي فياريت لو تتصلون بي نحدد موعد، ما يهم أنتم بأي مكان بالعالم ما يخالف. خلي نبدأ رحلة التجميل والاسترخاء. تقدرون تستعملون أي زيت مع الوجه بفوائد، ينعش البشرة ويغذي البشرة، مثلا Evening Primrose Oil بأوميغا 3, 6 and 9، أو سي باكثون فروت أويل، أو روز هيب أويل، هذا هم من الأوردينيري. أو تقدرون تستعملون الخليط مع الجليسرين، مي ورد ومي. المهم فتشي يتزحلق، أوكي، حتى ما تشدين البشرة، أو حتى كريم مال الليل هم من تقدرين تستعملين، بس ضروري يكون من النوع المرطب مو النوع اللي ينشف بسرعة. قبل ما نبدأ ضروري وجهكم يكون نظيف، فغسلوه الأول، نظفوه، وإذا لابسين مكياج تأكدوا أن كل المكياج رايح، ويلا ابدوا حتى ما ندفع الوساخة إلى داخل الوجه وداخل المسامات. وضروري همنا تغسلون إيديكم، إيديكم تكون نظيفة حتى ما نسبب حبوب أو التهاب للبشرة. ارفعوا شعركم بعيد عن وجهكم حتى ما يدهن. إذا تحبون تسووا بالنهار أنصحكم ما تلبسون مكياج وراء، لأن وجهكم حيكون كلش تهين، إلا إذا تشيلون الزيت الأول وترطبون وجهكم مرة ثانية يلا استعملوا المكياج، لأنه مثل ما دائما أقول المكياج ويا الزيت ما يتفاهمون. أوكي، أذكركم إذا عندكم مشاكل بالرقبة رجاء اسألوا الطبيب الأول إذا هاي الحركات مسموحة لكم، وأبدا ماكو داعي تشدون على روحكم. أوكي، كل هاي الحركات لازم تكون خفيفة بسيطة، أوكي، كونوا رقيقين ويا روحكم. اليوم راح استعمل الروز هيب أويل، فراح استعمل قطرات. ضروري تخلوه على ايديكم، على ظهر ايدكم، لانه راح نستعمل ظهر الايد همينة. بالمناسبة اذا ما عندكم هاي الدهون مو شرط، لا تخافون، تقدرون تستعملون زيت زيتون او زيت جوز الهند، بس ضروري كلش انه ورا ما تخلصون هاي المساج تشيلوه عن وجهكم تماما، تغسلوه تنظفوه بالغسول مع الوجه، لانه زيت الزيتون وزيت جوز الهند يسدون المسامات فممكن تسبب التهابات. بالأول راح نركز على العقد الليمفاوية. اوكي، نخلي زيت، بس اريد اجيب ايدي من وراء اذني، انزلها لي جوا، اميل راسي باتجاه اليمنى، بالايد اليمنى اريد انزل بخطوات بحركة بسيطة، ننزل من فوق وراء الاذن إلى بداية الرقبة. أوكي، ضغط خفيف، ماكو داعي ضغط زايد. نفس الشيء ويا الجهة اليمنى، نمد راسنا باتجاه الكتف اليسرى، نستعمل الإيد اليسرى ونحرك اللي جوا. أوكي، هسه بحركات قرص أريد تقرصون هاي العضلة
اللي واحدة منها تنزل رأسا مباشرة إلى ظهر الرقبة، والثانية تجي باتجاه القدام. أوكي، أريدكم تقرصون هذه العضلة، تشوفوها هي تجي بالضبط بين الأصابع، ونفس الشيء ويا الجهة الثانية. هسه نجي على العقد اللمفاوية اللي جوا الرقبة، اللي هي صار بالضبط فوق هذه العظم، نعطيه اللي جوا. هسه نجيب الإبهام نخليه جوا الحنج. أوكي، تشوفون اكو، تحسون هذا الفراغ اللي جو الحنج، هاي ضغطوا بيه. اوكي، هسه نفس الحركة نطلعها الى الخارج. عند جو الجولين باتجاه الاذان، هسه أريد أضغط حوالين الأذان. أوكي، جيبوا أصبعكم الإندكس فينجر والميدل فينجر، هذول الأصبعين، واحد منهم روح ورا الأذن والثاني قدام الأذن، تقدرون تسووها بالأذنين. أوكي، هسه نضغط من فوق بأربع نقاط ننزل لي جوا. أوكي، أحسب 1 2 3 4، نصعد أكين من فوق، 1 2 3 4، الرابع يكون هنا بنهاية الإذن. عند التمبل اللي هي هاي المنطقة، نجيب إصبع نسوي حركات دائرية على كيفكم، ما قد تشدون البشرة نهائيا، تحسون الأعصاب كلها ترتاح. هسا نجي فوق الحاجب، هاي المنطقة بداية الحاجب، نضغط عليها نسوي حركات دائرية شوي شوية، نطلع لي برا بالحاجبين باتجاه الخارج. هسا نبدأ بالمساج، أريد أزيد الزيت، تأكدوا تخلون بظهر إيديكم همينة، لأن راح نستعمل هاي الناكلز مال أصابعنا، العظام مال الأصابع، حتى نسوي المساج بيها. أوكي، أريد أنزل أبدأ من جوا وأصعد لي فوق، نبدأ من الحنج، نضغط لي جوا. أوكي، حركات خفيفة لي جوا. راح تسألوني ليش لي جوا يا رشا؟ لأن الحنج مالتنا، العضلة الموجودة بالحنج ويا الكبر تصعد لي فوق ما تنزل لي جوا، والخشم مالتنا ويا الكبر ينزل لي جوا، فهذول كأنه يريدون يتصادقون روحهم، يريدون يقربون على بعض. أوكي، فعلى مود هاي نريد ننزل الحنج باتجاه الجوا. أطباء التجميل لما يسوون البوتوكس للحنج يخلون الأبرة بمكان حتى العضلة تبقى تتجه لي جوا، ما تصعد لي فوق، فأنا مود هاي إحنا لما نسوي المساج نفرك لي جوا. عند الحلق أريد تسوون حركات خفيفة دائرية، سنصعد عند الخشب، هاي المنطقة همينة بها عقد لمفاوي، همينة نريد نحركها. بالأول أريد أضغط عليها وأسوي دوائر خفيفة، تأكدوا لما تسوون هاي الحركات ما تسوون بوجهكم إيه هيجي،
لأنه راح تأذي الرقبة كلش. أوكي، حاولوا خلوا الرقبة مرتاحة، خط عادل تقريبا عند الظهر. أوكي، هسه راح نبدأ بالكلام الحلو. حطيت زيت على إيدي، على ظهر الإيدين، على الأصابع. هاي أدوات كلش مفيدة بالمساج. أوكي، أريد أبدأ أفرق حركات خفيفة دائرية باتجاه الفوق، بس شنو؟ راح أوقف عند العظم مال الخد. أوكي، التشيك بون هناك نوقف حده. أوكي، خل نبدأ حركات خفيفة. بدل لا تزورون البشرة، أوكي، ماكو داعي تسحبوها. إذا سحبتوها معناته تحتاجون تزيتون إيديكم بعد أكثر. صعدوها عند الجولاين، هالمنطقة عند الأذان تتشنج هواية، من نضحك، من نكون متنرفزين، أو لما نركز هاي العضلة كلش تنشد وتحسون بيها تشنج، واحد ما يعرف بيه لحد ما يمسجه. هسه حصعده عند التشيك بون. وصلت التشيك بون، شكلي أضحك. وصلت التشيك بون، أريد أبقى لازم هيجي. تأكدوا رقبتكم ما تصير لقدام. أوكي، بقوها لورا حتى ما تكون متأذيكم بعدين. ضغطوا علي 5 ثواني وهدوا. ضغطوا، تصعدوا ايديكم. بوعد على شكلي. ضغطوا 5 ثواني وهدوا. صعدوا شوية باتجاه الأذان وهدوا وهدوا. هسه نجي على القصة. لما نسوي حركات دائرية باتجاه الشعر، حركات صغيرة بالأول وبعدين راح نجي عليها ويا الناكلز مالتنا ويا العظم. هسه نجيب الأصابع، ظهر الأصابع مال الإبهام مالتنا، مال الإندكس فينجر مالتنا، ونسوي حركات دائرية. تحسون الفرق شونه بالضغط؟ مع العلم ما يشد البشرة، ما يجر البشرة، بس حسون العضلات دا تتمسج. ممكن تستعملون الإبهام همينة إذا تحبون، ما يخالف أي عظم ترتاحوا له. بدون تصعدون تنزلون همينة. أوكي، هسا مشوا أصابعكم باتجاه الشعر ونزلوا عند الأذان، نزلوا ورا الأذان وجوا الرقبة. هذا يسوي ريسيتنج لكل شيء. طبعا مو شرط تسوون كل هاي الحركات مرة واحدة، تقدرون تقسموها على كم يوم. إذا عندكم إمكانية تسوون هاي المساج مدة 10 دقائق أو هيك شيء مرة بالأسبوع يكون كلش كافي. بقية الأيام لما تخلون الفيس كريمز الصبح أو بالليل، حاولوا تسوون هاي المساج وانتو تدخلون الكريم همين يفيدكم، يعني حتى لو تحصلون دقيقة دقيقتين باليوم همين يكون أحسن من الماكو. الحركة الثانية اللي أريد أسويها هي القرص. أوكي، أريد أستعمل هاي الأصبعين وأسوي قرص على كيفي، يعني مو تقرصون حيل من صدق، قرصة ناعمة. تسوون أول شيء عند الجولاين. يقولون الملكة نفرتيتي كانت معروفة بالهاي الجولاين مالتها، كانت كلش حلوة على أساس مشدودة، فهاي يشبهوها الحركة يسموها مع النفرتيتي. نفس الشيء أريد أقرص البشرة، الخدود أجين، يعني أخذوا شوية وهدوا. أوكي، شوية وهدوا، مو تقرصوا لحد ما الأصابع تخو بعضها. من أنا تحسون أنه الأصبع هذا دا ترفع وهاي دا تلزمه. صعدوا شوية شوية، نبعد عن منطقة العين طبعا.
لما تسوون معتقد العيون تأكدوا انه لا تزيدون من الزيت، اوكي؟ الموجود اللي على اصابعكم يكفي، لانها منطقة العين حساسة، مادة الزيت يدخل داخل العين. حسبوا 6 نقاط ضغط من الخارج للداخل. استعملوا الاصبع او المحبس لانه الضغط مالته اقل من الاصابع الثانية، تقدرون تستعمل هذا الاصبع همينه، بس منو يرحم. نضغط من عند نهاية العين ونهد، ضغط وهد، ضغط وهد، باعوا لي فوق 5 وهاي 6. نرجع من الأول، 1 2 3 4 5 6. المنطقة الفوقانية نفس الشيء عند العظم بس، أوكي؟ 1 2 3 4 5 6 حتى توصلون منطقة بداية العين. هسا اجى وقت الطبطبة، اوكي؟ نبدأ بالعيون بنفس الاصبع الصغير، نسوي الطبطبة على كيفنا، باقوا لي فوق. هاي 12 المنطقة جوا العين، همينة من الخارج للداخل، ومنطقة الجفن همينة على كيفكم. سنجي نطبطب بقية الوجه، اوكي؟ ما نستعمل باطن الايد ابدا، بس نستعمل الاصابع. همينة كلش ترخي. كلش على كيفكم. حنج، وبعدين منطقة الشفايف، عند القصة همينة، الصفاح، مريحة. من فوق صار رخي الوجه كله. الفرق اللي جوا، بس شو الجهة الثانية، اللي جاي، ونضغط هنا أنا. وهي خلصنا المساج. أتمنى استرخيتوا، أتمنى حسيتوا عضلاتكم ارتاحت شوية. إذا وجهكم شوية صار وردي لا تخافون، هاي شغلة طبيعية كلش، لأنه حركنا الدورة الدموية كلش هواية. رجاء مثل لا تنسون إذا تستعملون زيت زيتون أو زيت جوز الهند، رجاء روحوا امسحوه هسا بغسول مال الوجه، وبعدين خلوا المرطبات العادية على وجهكم. حاولوا لا تسوون هاي المساج بالزيت قبل المكياج، لأنه المكياج ما يحب الزيت. أتمنى عجبتكم هاي الحلقة وفدتكم بيها، ياريت لو تشاركون قناتي ويا حبيباتكم، والفيديو هذا همينة تسوي لي اشتراك وتسوي لي لايك للفيديو. أشكركم للمتابعة وأشوفكم المرة الجاية.